بسم الله، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هي الحلقة الأولى من شرح المبني للمجهول The Passive، أو كمان بنسميه The Passive Voice. تابعوا الفيديو للنهاية. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس واختار All أو الكل. Please ما تنساش تعمل لايك للفيديو. شرح المبني للمجهول هيتقسم لثلاث حلقات. الحلقة الأولى النهاردة هنتناول جميع أزمنة المضارع، والحلقة الثانية هنتناول أزمنة الماضي، والحلقة الثالثة المستقبل. يعني إيه مبني للمعلوم ويعني إيه مبني للمجهول؟ ببساطة شديدة، المبني للمعلوم هي الجملة اللي بيكون الفاعل فيها معلوم. أنا عارفة من هو الفاعل، مين اللي قام بالفعل الموجود في الجملة. أما المبني للمجهول، هنا الفاعل بيكون مجهول غير معلوم. طيب أنا ليه ما استخدمش دايما الجمل المبنية للمعلوم، يعني الفاعل عندي يكون معلوم؟ لأسباب كتير. أولا، ممكن الفاعل أصلا تكون أنت ما تعرفوش، إذن مش هينفع الجملة تكون مبنية للمعلوم. تاني حاجة، أنت تعرف الفاعل ولكنه غير مهم. الفاعل هنا مش مهم، اللي يهمني هو عمل إيه. هنا أيضا لن نذكر الفاعل، فالجملة هتكون مبنية للمجهول. تالت حاجة، ممكن تكون بتعرف الفاعل إنما مش عاوز تذكره من عند الإحراج مثلا. تمام، إذن قد يكون الفاعل غير معلوم، أو الفاعل معروف ولكنه غير مهم فبنحذفه من الجملة، أو الفاعل معروف إنما إحنا فضلنا إننا لا نذكره منعاً للإحراج، أو الفاعل بديهي يعني مسلمات كده معروف مين الفاعل لهذا الشيء فكمان بنحذفه. طيب تعالوا نفتكر مع بعض شكل الجملة في اللغة الإنجليزية بيكون إزاي بسرعة جداً. الجملة في اللغة الإنجليزية عادة تبدأ ب فاعل the subject اللي هي بنختصرها S، ثم a verb الفعل the، ثم التكملة the complement تكملة الجملة. الجزء ده النهاردة مهم جدا، the complement التكملة. طيب التكملة دي لها أشكال كتير، قد تكون object مفعول بنرمز ليه بحرف الـ O object، أو قد تكون adjective صفة. أيضا ممكن التكملة تكون adverb حال أو ظرف adverb، وأيضا ممكن تكون prepositional phrase. prepositional phrase يعني حرف جر وبعده اسم، اللي بنقول عليه في العربي الجار والمجرور. تمام، هي دي التكملة بتاعت أي جملة أو معظم الجمل في اللغة الإنجليزية. طيب ادلنا أمثلة على الكلام اللي انت قلتيه ده. تعالوا بصوا معايا، أحمد studies English. أحمد الفاعل the subject، studies ها the verb الفعل، and English أحمد ذاكر إيه؟ أيوة ده object المفعول، أحمد ذاكر إنجليزي. حلو جداً. Number two، أحمد feels happy. أحمد feels happy، أحمد فاعل، feels الفعل the verb، and happy happy is أيوة adjective. إذن هنا عندنا object English، هنا عندنا adjective صفة. أما في الجملة الثالثة، أحمد walks quickly. أحمد walks quickly، أحمد الفاعل the subject، walks the verb، and quickly. quickly ده إيه؟ ها فكروا، quick زائد ly بنسميها adverb. adverb أحمد walks quickly، أحمد يمشي بسرعة. quickly is an adverb، اهي تكملة الجملة عبارة عن حال adverb، والجملة سليمة 100%. number 4، أحمد goes to school early. أحمد الفاعل goes
the verb to school. شايفين to school. To school ده ايه؟ ها preposition and a noun. بنسميه prepositional phrase. زي كده شبه جملة جار ومجرور. Early ده another adverb يعني مبكرا، بيوصف الوقت. أحمد يذهب إلى المدرسة مبكرا. زي ما احنا شايفين في الأربع جمل اللي معانا الفاعل كان معلوم أهو في بداية الجملة أحمد. أوكي، إذن جميع هذه الجمل مبنية للمعلوم، الفاعل معلوم. طيب السؤال هو هل كل الجمل دي نقدر نحولها من المبني للمعلوم للمبني للمجهول؟ لا، ما ينفعش. الجملة الوحيدة في اللغة الإنجليزية اللي نقدر نحولها من صيغة المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول هي الجملة التي تحتوي على مفعول به an object. يعني يجب أن تكون تكملة الجملة عبارة عن مفعول به object. إيه هو المفعول به؟ المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. مثلا هنا أحمد studies English، أحمد ذاكر إيه؟ ذاكر إنجليزي، يبقى إيه اللي تذاكر؟ الإنجليش. أحمد أكل ساندويتش، فين المفعول؟ إيه الشيء اللي اتاكل؟ إيه الشيء اللي وقع عليه فعل الأكل؟ طبعا the sandwich. أحمد ate a sandwich. A sandwich هو المفعول، the object. أحمد opened the door. إيه اللي اتفتح؟ ها؟ الباب. إذن الباب هو المفعول. تاني، الجملة الوحيدة اللي نقدر نحولها من المبني للمعلوم للمبني للمجهول هي الجملة التي تحتوي على مفعول به an object، زي الجملة الأولى اللي معانا. إذن الجملة دي ما نقدرش نحولها للمجهول ولا دي. طيب إزاي نحول أي جملة من المبني للمعلوم للمبني للمجهول؟ طبعا اتفقنا قبل كده ان اللغة الانجليزية تحتوي على 12 زمن، والنهاردة هنشوف ازاي نكون المبني للمجهول من اول اربع ازمنة، وهي ازمنة المضارع. اول زمن معانا هو زمن المضارع البسيط، the simple present tense، المضارع البسيط. طيب نشوف الجملة دي، هنا الجملة دي في زمن المضارع البسيط. احمد studies English. علشان أحول أي جملة في أي زمن إلى المبني للمجهول، أول حاجة بعملها هو إني أبدأ الجملة بالمفعول، أدور على الأوبجكت وأضعه في بداية الجملة، يكون هو أول حاجة في الجملة بدل الفاعل. إحنا هنستغنى عن الفاعل خالص لأنها مبنية للمجهول. يلا Where is the object؟ أحمد studies English. الأوبجكت طبعا احنا لسه قايلينه مع بعض هو English. حلو، يلا نجيب English في الأول. تاني خطوة لتحويل أي جملة إلى المبني للمجهول هي استخدام فعل مساعد بعد المفعول. فعل مساعد، الفعل المساعد في زمن المضارع البسيط المبني للمجهول هو verb to be. verb to be، verb to be في المضارع البسيط. أيوة إحنا هنا بنتكلم عن المبني للمجهول، خلاص ليه قواعد مختلفة تماما عن المبني للمعلوم. يلا نركز مع بعض، إيه هو verb to be أو فعل الكون في المضارع البسيط؟ له ثلاث أشكال كلنا عارفينهم أكيد، هما am, is, and are. كويس، am, is, are. am مع I، is مع he, she, and it، are مع you, we, and they. بعد المفعول لو الجملة في زمن المضارع البسيط
على طول دوروا على verb to be. verb to be مناسب لمين؟ المناسب للمفعول the object. تمام، المفعول هنا خلاص أخذ محل الفاعل. عارفين في العربي بنسميه إيه؟ نائب فاعل. نائب فاعل خلاص حل محل الفاعل. يبقى بندور على verb to be المناسب لهذا المفعول. English دوروا لي كده هنا فين verb to be المناسب ليها. أيوة طبعا is English noun اسم ومفرد، إذن يجب أن أستخدم معه is. بعد الفعل المساعد اللي هو verb to be، و verb to be على فكرة هو بطل المبني للمجهول مكمل معانا في جميع الأزمنة. يلا English is بعد الفعل المساعد أو verb to be بنستخدم الفعل الأساسي في التصريف التالت the PP the past participle. يلا نحول الverb study إلى التصريف التالت. الverb study تصريفاته هي study في الـ present في الـ past studied IED، وكمان التصريف الثالث the past participle هو studied زي التصريف الثاني. هنقول English is studied. English is studied. كده الجملة خلصت؟ أيوة كده الجملة خلصت. خلاص استغنينا عن الفاعل اللي هو أحمد وقلنا English is لأنها في زمن المضارع البسيط الجملة الأساسية. إذن يجب أن نستخدم verb to be في الصيغة المناسبة للمفعول اللي وضعناه في بداية الجملة ثم الفعل في التصريف الثالث. إذن أي جملة في زمن المضارع البسيط علشان نحولها للمبني للمجهول هنجيب الأبجكت في بداية الجملة and verb to be am أو is أو are زائد the PP. بس احفظوا التركيبة دي الأبجكت verb to be the PP of the main verb of the sentence. أي جملة في المضارع البسيط تتحول بهذه الطريقة. ممكن لو حبينا نقول English is studied by أحمد. by أحمد، أحمد دلوقتي أهميته مش كبيرة، ممكن إما نحذفه زي ما عملنا هنا أو نضعه في نهاية الجملة English is studied by أحمد. ده شيء اختياري، حبيتوا تعملوه اوكي سبتوها كده مفيش اي مشكلة. كده احنا عرفنا ازاي نحول اي جملة في المضارع البسيط من active او مبني للمعلوم الى passive مبني للمجهول. تعالوا دلوقتي نشوف ازاي نحول اي جملة في زمن المضارع المستمر the present continuous the present continuous or the present progressive المضارع المستمر زمن المضارع المستمر. ارجعوا الحلقات الأزمنة لو حاسين بأي لخبطة في تركيبة الجمل نفسها. الجملة اللي معانا هي بسمة is reading a book. بسمة is reading a book. جملة active عندنا subject verb is reading and an object عندنا مفعول به طبعا. بسمة is reading what؟ بسمة بتقرأ ايه؟ a book object. كويس طيب يلا نحول الجملة دي للمبني للمجهول. Where is the object؟ هنبدأ الجملة بإيه؟ ننسى الفاعل forget about the subject خلاص. يلا نبدأ بالobject. The object is طبعا a book. A book نجيبها في الأول a book ما بنغيرش أي حاجة في المفعول بناخده as it is a book. بعد المفعول الفعل على طول دوروا على الفعل. يلا نبحث عن الفعل. الفعل هو is reading. is
reading مضارع مستمر. إزاي نكون الفعل في المبني للمجهول المجهول في زمن المضارع المستمر؟ هنستخدم verb to be زي ما اتفقنا مكمل معانا، بما اننا في زمن المضارع إذن verb to be هو am أو is أو are. am is are والتلاتة دول في زمن المضارع المستمر المبني للمجهول بنستخدم معاهم being am is are being. ما تتلخبطوش، am is are being plus the PP the past participle التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل معانا في جميع الأزمنة المبني للمجهول، وكمان verb to be معانا في جميع الأزمنة لتحويل أي جملة للمبني للمجهول. طيب a book هنختار am ولا is ولا are مع المفعول ده؟ a book ده noun مظبوط. جمع ولا مفرد؟ plural or singular؟ a يبقى طبعا مفرد، إذن يجب أن نستخدم is. is being a book is being. where is the verb the main verb الفعل الأساسي؟ ده فعل مساعد، الفعل الأساسي هو reading. reading التصريف الثالث من reading هو نصرف الفعل ده read present الباست read تكتب بنفس الطريقة إنما تنطق read read زي اللون الأحمر بالضبط. والتصريف الثالث كمان هو read 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 read. إذن هنقول a book is being read. بسمة تقرأ كتاب، بسمة دلوقتي بتقرأ كتاب، حولناها للمجهول أصبحت a book is being read. في كتاب بيتم قراءته الآن في الوقت الحالي. تاني في زمن المضارع المستمر شكل الفعل في المبني للمجهول بيكون am is are being plus the PP. بنختار am أو is أو are على حسب المفعول. انسى الفاعل، انسى الفاعل، المفعول. هنا عندي مفعول مفرد استخدمت is، لو كان المفعول جمع كنت استخدمت are، لو كنت انا كنت استخدمت am، وهكذا. تمام، ارجو تكون دي وضحت. طيب ينفع اقول a book is being read by بسمة؟ أيوة طبعا ينفع، وده زي ما اتفقنا شيء اختياري a book is being read by بسمة. ودلوقتي تعالوا نشوف ازاي نكون صيغة المبني للمجهول في زمن المضارع التام the present perfect المضارع التام. ازاي نحول اي جملة مضارع تام او present perfect من المبني للمعلوم the active الى المبني للمجهول the passive؟ سهلة جدا، تعالوا نشوف مع بعض. يلا، صلاح has drawn a tree. صلاح has drawn a tree، المعنى لقد رسم صلاح شجرة. يلا نقسم الجملة. Where is the subject؟ طبعا صلاح subject. Where is the verb؟ الفعل. أيوة has drawn، ده الفعل has drawn. في object؟ أيوة هو a tree، ده ال object. يلا نحول الجملة دي passive. أول حاجة بنعمل إيه؟ يلا نحرك المفعول أو the object لبداية الجملة. A tree. بعد المفعول محتاجين نظبط شكل الفعل. عايزة فعل مساعد،
طيب الزمن ده أصلاً فيه فعل مساعد موجود فيه وهو has. has انت قلتي هنستخدم verb to be مع كل الأزمنة. أيوه هنستخدم verb to be. طب هنستغنى عن has؟ لأ، has معانا. has لتحويل أي جملة في زمن المضارع التام إلى المبني للمجهول، الفعل بيكون شكله كده has or have. مش هي دي أصلا الأفعال المساعدة في هذا الزمن؟ أيوة has أو have. طيب بعدهم إيه؟ been، وهي دي صيغة verb to be المناسبة بعد has أو have. مش has و have، بيأتي بعدهم الفعل في التصريف الثالث the past participle. أيوة إذن هنحول verb to be إلى التصريف الثالث has أو have been. has been، have been. حلوة قوي. a tree has been. فين الفعل الأساسي؟ a tree has been. أيوة drawn. a tree has been drawn. a tree has been drawn. لقد تم رسم شجرة، في شجرة اترسمت. فين الفاعل؟ خلاص استغنينا عنه. ممكن نقول a tree has been drawn by صلاح. أيوة مفيش أي مشكلة، اتفقنا على كده. a tree has been drawn. إذن لتحويل أي جملة في زمن المضارع التام إلى المبني للمجهول، نبدأ بالمفعول ثم has been أو have been حسب المفعول. the object حسب ال object. ال object عندي هنا كان singular، اسم مفرد استخدمت بعده has been. وطبعا بعد has been أو have been يجب أن يأتي الفعل في التصريف الثالث كالعادة the past participle. ورابع زمن هنتعلم إزاي نحول الجمل فيه من صيغة المبني للمعلوم the active إلى صيغة المبني للمجهول the passive، هو زمن the present perfect continuous. the present perfect continuous المضارع التام المستمر. تعالوا نشوف الجملة. طارق has been watching a match. طارق has been watching a match. فاكرين تركيبة الفعل في زمن المضارع التام المستمر has أو have plus been plus الverb مضاف إليه ing. has been watching، ما ننساش أبدا وما نتلخبطش. طارق has been watching a match، يعني هو بدأ في المشاهدة ومازال مستمر. كويس جدا، يلا نقسم الجملة دي إلى subject, verb and an object. where is the subject؟ الفاعل هو طبعا طارق، جاي في بداية الجملة. أين الفعل؟ الفعل كله هو has been watching. ده الverb has been watching، ثلاث أجزاء. حلو قوي. where is the object؟ المفعول. طارق يشاهد إيه؟ ماذا يشاهد طارق؟ فعل المشاهدة يقع على إيه؟ طبعا a match. طارق has been watching a match. this is the object، المفعول به. علشان نحول أي جملة للمجهول نعمل إيه؟ يلا حرك الأوبجكت في البداية ونقول a match. a match. ناخد بالنا الأوبجكت لما بيتحول من النهاية لبداية الجملة بنبدأ بحرف capital. البنكتويشن مهم جدا في الكتابة، ابدأوا الجمل بكابيتال لتر. a match. عايزين نظبط الفعل، ازاي نكون الفعل ده في صيغة المبني للمجهول؟ هنستخدم الافعال المساعدة اللي معانا. احنا اوريدي عندنا افعال مساعدة في الجملة، هما مين؟ عندي has وعندي been. حلو قوي. اذا
في زمن المضارع التام المستمر بنستخدم في صيغة المبني للمجهول has been. طب هنا الفعل كان مفرد. أيوة، ما هو في كمان have been، مفيش أي مشكلة. has been أو have been زائد دي بقى اللي غريبة شوية، ركزوا معايا، زائد being. زائد being has been أو have been being. has been being، أيوة هي كده، احفظها زي ما هي. أي جملة في زمن المضارع التام المستمر عاوز تحولها إلى المجهول هتستخدم إما has been being أو have been being على حسب المفعول، لازم تكون الصيغة المناسبة للمفعول. طبعا بعدهم الفعل الأساسي لسه ما جاش. أيوة لسه ما جاش. الفعل الأساسي التصريف الثالث the PP the past participle. أوكي تاني قولوها معايا has been being plus the past participle have been being plus the past participle. طيب أنا عندي هنا المفعول a match. a match جمع ولا مفرد؟ طبعا مفرد، a match مباراة واحدة. إذن يجب أن نستخدم has ولا have؟ has. has been being a match has been being and the past participle of watching. watch الماضي watched. التصريف الثالث watched. watch watched watched. a match has been being watched. ونقفل الجملة a match has been being watched ممكن by طارق ممكن. كده نكون عرفنا ازاي نكون الجملة في صيغة المبني للمجهول the passive voice من زمن the present perfect continuous. الobject المفعول has been being أو have been being plus the past participle زائد التصريف الثالث للفعل، ما نتلخبطش أبدا. has been أو have been being على حسب المفعول، ننسى الفاعل خالص هو مش معانا تاني. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتعلمنا النهاردة ازاي نكون صيغة المبني للمجهول the passive من أزمنة المضارع في اللغة الإنجليزية the simple present, the present continuous, the present perfect and the present perfect continuous. أرجو تكونوا استفدتم من الفيديو، هنكمل إن شاء الله باقي الأزمنة في حلقتين. please لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكراً.